انا بس عايز اخد شويه شوربه اخليهم يشاركوا في الشعريه بالمشروم اللي هنعمله. شفت بقى التركايه من نفس الحله. هعمل دلوقتي شوربه الشعريه بالمشروم. يعني مش هتحمر الاول الشعريه في سمنه او في زيت؟ هديها تحميره سنه صغيره. هنتحمر بس وبعدين انزل عليها بالشوربه والمشروم دي. والمشروم ينزل معاها على طول. مش هنحمر المشروم كده كده ما بياخدش وقت في السوى لانه كمان طازه وفريش وبتاكل ني على فكره. والله ده ممكن تتحط عليه زيت زيتون وعصير ليمون وقلفان وشفا. والله اول مره اعرف تمام ده طازه. زيت زيتون عصير ليمون سنه ملح صغيره يخش في السلطات بقى كلها مع شويه كينوا بقى والشغل الهيلثي فود ده بقى موضوع تاني. طيب تمام مقادير الشوربه على الشاشه. تمام نبدا نشتغل فيها مع بعض. شعريه، بصل، ثوم، مشروم طازه. ما لقيتيش المشروم الطازه هاتي علبه مشروم. بس نصيحه كبيره يا استاذه نواه، لما نشتري المعلبات علب فول، علب مشروم، علب فاصوليا، علب ذره، الحاجات الصغيره اللي الاولاد بيحبوها، نشوف المنتج وتاريخ الصلاحيه. صحيح ممكن يتلاعب فيه حسب الضمير هنا. طب نعرف هي حلوه منين؟ نفتح العلبه وفي لحام في العلبه من جوه. اللحام ده ما فيهوش صدى ومش باين في العلبه، تبقى تاريخ الصلاحيه تمام والحاجه 100 100. اللحام ده فيه صدى وباين منه حاجات غير رؤيه العين اللي انت فاهمها، تطلع الوان شكلها غريب كده، العلبه ارميها على طول والله. لان في اكسده هنا وفي حاجات احنا مش عايزينها. يبقى اي صدى في العلبه نرمي العلبه على طول. تصنيع سوء تصنيع ده بالظبط. ريحه مش ده بالنسبه للمعلبات للساده المشاهدين بالظبط كده. هنقلب الشعريه مع معلقه سمنه بالشكل ده كده. مش لازم تاخد لون يا استاذه نوح. الشعريه مش لازم تاخد لون. تمام تحميصه كده بسيطه تقطيعه للمشروم الحلو ده كده. ايوه الوقت الحلقه بيجري بسرعه. انا يعني عارفه اللي هو ايه، بتبقى عايزه تعملي كل حاجه. انت بتخش المطبخ استاذه نهى، ممكن تكون مثلا في موضوع مضايقك، في مشكله، ما ده تفريغ طاقات من الدرجه الاولى. والله تفريغ العظيم طاقة. جدا حلو، انا بيعجبني قوي ده. والله العظيم بنسى وبفصل كل حاجة. بتطلعي الطاقه في الاكله اللي انت بتعمليها حقيقي. الواحد بيفصل جدا وهو في اكمل واعيد الطبق مره واثنين. هنقلب المشروم مع الشعريه بالشكل ده كده، ولازم الشعريه ما تتحمرش كتير علشان ما تلونش لون المشروم. خدت بالك من التركيه دي يا استاذ انور؟ ما تلونش لون المشروم. المشروم بطبيعته لونه ابيض. تمام. فاحنا الشعريه بتخليها تاخد لون فاتح شويه. مش زي رز بالشعريه. وننزل بالمشروم نقلبه مع بعض. وبس نيجي بعد كده بناخد من الشوربه دي نحط تاني. حلوه قوي. سهله وبسيطه. الشعريه هتديني شويه نشويات. النشويات دي هتدي قوام للشوربه. خلص الكلام.